القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في اسكتلندا عام 1960. في بلاغات وصلت عن غياب حد في المنطقة؟ مع الأسف لا، ما حصلش. الجثتين صغيرين في الحجم، معنى كده إنهم لطفلين، ووجودهم في المية مربوطين بالحبل، يعني في الموضوع جريمة. طبيب الصحة اللي فحص الجثتين قال إيه؟ رأيه إن إجراء الصفة التشريحية على الجثتين في ضياع للوقت. ليه؟ طبيب صحة مدينة هوب تاون قال إن التحلل متقدم جدا. بس أنا ليا رأي غير الرأي اللي قاله. رأي إيه؟ التجربة الطويلة اللي عشتها في التحقيقات علمتني إن مفيش شيء يغني عن إجراء الصفة التشريحية مهما كانت الحالة، وخاصة المجهول منها. طب أوامر حضرتك إيه؟ نقل الجثتين للمشرحة وإرسال إشارة للطبيب الشرعي للقيام بالتشريح والإفادة عن سبب الوفاة ووقت حدوثها.